عندك حق تقابليني بالشكل ده، لكن انت طبعا فاهمه انا اتصرفت كده ليه. على العموم انا كنت جاي علشان اعتذر، ودلوقتي بعد ما شفت الاستاذ شريف هنا لازم اي علاقه بيننا تنتهي. ابعد عنك طول عمري. صورة حسين؟ ليه؟ انت مش محتاجة لها دلوقتي قد ما انا محتاج لها. انت لازم تنسي حسين علشان مستقبلك، وانا لازم افتكر علشان انساكي. وانت هتقدر تنسى؟ كان متهيألي ان مش ممكن، وكنت هموت من حبك، لكن لقيت اني لازم اكون موجود ولازم اعيش. سميرة بتحبني، شاركتي في الالم، في الظروف، في كل شيء. انت بتحبها؟ هحبها، مش ممكن اعيش في الدنيا لوحدي. انا عشت وحدي سنين طويلة، ولو استمريت على كده هتكبري وانت وحيدة، انت وصورة، مش احسن اخدها؟ مالكش دعوه بيا، اذا كنت عايز تنسى انسى غصب عني. انا استنيتك سنين طويله، تعذبت عذاب الدنيا في حبي، وبعدين تروح لوحده تانيه. انت عارف انا بحبك قد ايه. انت ما بتحبنيش، انت بتحب حسين. انت وحسين واحد؟ لا، أنا ما أقبلش إنك تحب فيها صورة واحد تاني حتى لو كان أخوي. أنا ما صدقت لقيتك، لقيت عمري، لقيت شبابي. أنا ما صدقت لقيتك، ما تهربش من حبك ليا. أنا كمان مش عارف.